أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الدور الريادي الذي تطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في خدمة القطاع التجاري والصناعي وتنشيط وتطوير أدائه، منوها جلالته بجهود الغرفة ومبادراتها لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها، باعتبارها شريكا فاعلا وحيويا في مسيرة النهضة الشاملة وممثلا جديرا للقطاع الخاص وما تقدمه جمعية رجال الأعمال البحرينية من أنشطة وفعاليات دعما للقطاع التجاري. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي في قصر الصافرية، السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، حيث بارك لجلالته بالعشر الأواخر من رمضان داعين الله أن يعيد هذا الشهر الفضيل على جلالة الملك المفدى وشعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عن الأمة العربية والإسلامية هذه الغمة. كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الخاص لمواصلة تعزيز وتنشيط برامجه وأنشطته في القطاعات المختلفة في ظل الظروف الراهنة، وأشاد جلالته بجهود التجار ورجال الأعمال البحرينيين وبعطائهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم فرص الاستثمار وتعزيز الموقع التجاري والاستثماري المتميز للبحرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا جلالته دعمه للأسرة التجارية والاقتصادية وللغرفة لتواصل مساهماتها الفاعلة في خطط التنمية والمنظومة الاقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني. كما أكد جلالة الملك المفدى على أهمية تكاتف الجهود من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية ومضاعفة العمل لتجاوز تداعيات المرحلة الراهنة بما يدعم ويعزز الاقتصاد البحريني، معربا جلالته عن ثقته بأن المملكة قادرة على تجاوز هذه المرحلة بجهود وسواعد أبنائها المخلصين وكفاءاتها الوطنية والانطلاق نحو المستقبل بعزم وثبات لحماية المكتسبات وتعزيز مسيرة التنمية والتطور لمستقبل أفضل للمواطنين وأجيال البحرين. ومن جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين باسمه ونيابة عن الأسرة التجارية عن عظيم شكره وبالغ امتنانه إلى جلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السامية وعلى ما يوليه جلالته من اهتمام ورعاية للقطاع التجاري والاقتصادي في المملكة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به الغرفة والقطاع الخاص من صاحب الجلالة، ومؤكدا مواصلة بذل كل الجهود لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مؤكدا أن الغرفة على مدى تاريخها العريق كانت خير معين للحكومة الموقرة في جهودها التنموية الداعمة للاقتصاد الوطني، وكانت ولا زالت الصوت المعبر عن القطاع الخاص البحريني.